كاب اف ام الكلمة ليك. فما شكون قال لي من داخل تقبلها وفما خوف من المجتمع لازمها تكون موجودة. فما شكون قال لازمها تكون موجودة اسكو باش يرتاحوا مع بعضهم إلا لا. فما شكون قال لي هي تجيب طبيعتها. فما شكون قال لي تنجم توقع وتنجم ما توقاش. فما شكون قال مجتمعنا إسلامي يعارض لكن ولينا نقبلوها في المجتمع. فما طفلة قالت حتى أنا نوافق على الحكاية. والرأي الأخراني قال لي علاقات الحب تساهم في العلاقات الجنسية وتساهم زادة في تطور العلاقات هذه. شنو رأيك دكتور؟ شنو رأيك؟ الكلام الكل اللي قالوه معناتها صحيح أو كم مختلف الأعمار الأعمار وإناث وذكور لكن فما تركيز رأوا لحدنا تو في الميكروب اللي معاه واللي ذا الدزوز ديما يرجع الحاجة. نحن مجتمع تونسي إسلامي. لا هو المجتمع عنده قيمة معناتها احنا نعيشوا في مجتمع والتربية متاعنا خاضعة للبيئة معينة للدين معين مجتمعنا اللي هو معناتها. لكن المجتمع متاعنا في وسط بيئة عالمية وفي وسط شبكات تواصل دونك معناتها ناخذوا بعين الاعتبار احنا اصالتنا والشبكه اللي احنا كلنا موجودين فيها. دونك علاش شكون يقول لك اي وشكون يقول لك لا؟ لكن هو الاختيار اختيار شخصي. اون كونت ما احنا ما عندناش حق نقولوا اي ولا لا. الاختيار اختيار شخصي لكن لازم يكون اختيار شخصي عن وعي وعن معرفه. معناتها نجي واحنا انسان ما خداش حتى تربيه جنسيه ونقولوا له أليزي اختار انت شنو تحب. تحب تمارس الجنس قبل الزواج ولا ما تمارسش الجنس قبل الزواج؟ لكن هنا التبريرات نتاع في الميكرو تروتوار ثم تبريرات يقول لك اللي مثلا ثم كلمه شدتني انتباهي قال لك العلاقات الجنسيه قبل الزواج تنجم تطور من العلاقه العاطفيه ما بين الزوز معناتها الرجل للمراه. هي العلاقه الجنسيه بعد الزواج ما هي تطور في العلاقه بين الازواج. صحيح صحيح هو الجنس هو رابط من روابط بين زوج اشخاص. ثم ديجا علاقه حميميه ما فيها هذاك بعد الزواج عاد. لا نحكي لك انا معناتها العلاقه الجنسيه كيف تكون علاقه مرضيه تخلي الانسان يتعلق اكثر بالشخص اللي هو معاه. هذه علميا معناتها معناتها فما دي هرمون اللي هما كي سون سيكريتي كي نبداو احنا راضين على العلاقه هذيك تخلينا نتعلقوا بك الشخص اللي احنا معاه. كيما الام كي ترضع صغيرها فما دي زيرمون كي سون سكريتي تخليها هي تتعلق بالصغير نتاعها. نفس لي زيرمون هما نفسهم وقت الرضا على العلاقه الجنسيه. اي ما سمحني دكتوره هذيك تحكي بعد الزواج لا نحكي لا قبل لا بعد. نحكي علاقه جنسيه بين زوز اشخاص معناها فما حاجه تصير في العلاقه الجنسيه اللي تخلي فما حب يولي متبادل. لا تعلق اكثر مش نحكي على الحب. تعلق حب حاجه اخرى خاطر نجم نعملوا علاقه جنسيه بدون حب. معناتها نجم نحب وما نعملوش علاقه جنسيه معناتها ما يتربطش هذا بهذا. اي ما التعلق يهز للحب معناتها انا كي نتعلق بشخص ولا هي تتعلق بيا مره واثنين وثلاثه وخمسه وعشره التعلق هذاك كمان معناها الانسان ما عنده احساس. هي دونك ينجم يولي اون هورمون دو لاتاشمون اللي تخلي الانسان يتعلق واللي يبدا كل يوم ان كوغور دو جوبان يعمل في العلاقات الجنسيه ما شنو باش يقعد كل ما واحده يعمل معاها ولا هي تعمل معاه وتصير هكا كما قلت انت معناتها يتفاهموا يصير تعلق يولي يلوج عليه الشخص اللي هو يقعد يلوج ربما على شخص هو نفسه. بلي معناها تولي اي سابروف انه العلاقه بتنجم تتطور نحو الحب. هي هي هنا مانيش باش نقعد نظرية العلاقة والحب زادا يعني على خاطر زادا ما زادا باش نقعد نحكيو اسكو التعلق يجيب الحب ولا الحب يجيب التعلق. مش مشكلة نحكيو توا بعد الزواج متفاهمين خاطر هما مسايين يسون انسومبل مال شنو المشكل القايم هو توا تي ما زادا تتعلق به ولا يتعلق بها ومن بعد كل واحد يمشي على روحه. هي هذيك انت والنيات زادا سابو كاسي انت والنيات هذيك في الشخص يتأثر عليها سورتو الجنس اللطيف. اي ما انت ما تنجمش زاد تقرا الجنس الغير لطيف يتعلق وتجي فيه فيسور ويصير فيه ما يصير. اي ما تنجمش زاد تقرا النيات من بعد شنو اللي باش يصير انت والشخص انت والكوبل انت شنو اللي باش يصير قدام معناتها
هنتي والفكره نتاع الرجل والمراه من بعد معناتها شكون باش يكملوا بعضهم ولا لا؟ لهنا البوان اللي نحكيو عليه. على خاطر العلاقه باش تدوم بين زوز اشخاص مش تقف فقط على العلاقه الجنسيه، هي مكونه من مكونات ولا ركيزه من ركائز اللي تخلي زوز اشخاص يبقوا مع بعضهم. ما فماش كان العلاقه الجنسيه. اي اكيد. اي فما لي بوان كومان، الحاجات اللي يحبوا يعملوها مع بعضهم، لونتونت. لي لي شوز كيل بوف بارتاجي انصامبل، هذيك ركيزه من الركائز. ركيزه اخرى هي علاقتهم هما مع المجتمع اللي داير بهم، مع العائله، مع الاسره، مع الاصحاب الكل، هذيك ركيزه من الركائز. خاطر لو رونفوا ليماج اللي هما يعطيوها في لونتوراج نتاعهم. والركيزه الثالثه اللي ماهيش ناقصه اهميه عزوز الركائز هذوما هي العلاقه الجنسيه. رجعنا لكم في حكايه الناس، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. مازلنا نحكيو على العلاقات الجنسيه قبل الزواج. كلمونا على 31 36 37 50، وصلوا رايكم. فما شكون معاه، فما شكون ضد، فما شكون يقول المجتمع هو اللي يكون عائق قدام الحاجه هذه. دونك فما عديد الاشكاليات. اليوم مش نحكيو على الاسباب اللي تخلي العلاقات هذيا تكون موجوده قبل الزواج والتبعات نتاعها بعد الزواج. دونك تنجموا زاده تحطوا لي كومنتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كابا فيم، وتفرجوا زاده في الروبورتاج الخاص بموضوع اليوم تلقاو زاده على الباج فيسبوك نتاعنا. نحب نرحب جديد بالدكتوره ضحى حلاب، مندوبه جوابي بالديوان الوطني للاسره والعمران البشري بنابل. قبل ما نكمل معك الحديث خلينا نبداو مع التليفونات. ومعنا اسماء من بن عروس. الو اسماء. اسماء الو اسماء، شو احوالك اسماء؟ مرحبا على راديو كابا فيم. كنت تسمع في فينا قبل اخبار ماضي ساعتين ونص كنا وديجا فما اراء كثيره نتاع العباد. انت شنو رايك في الموضوع هذا؟ والله اي مجتمعنا فيه ما يرحمش وديننا زاد ما يقبلش الحكايه. اما انا نحس الابطال نحسها انا عشتها الحكايه هي زيد قوي في الحب. كيفاش عشتها؟ احكي لنا. قوي في الحب. اسمع قداش عمرك ساعه خلينا نمشيو بالمرح. 25. عمرك 25 عام. ماكش معرسه؟ عرسه تو معرسه. واضح. ولا غولاسيون اللي عملتها مع نفس الشخص اللي انت متزوجه؟ اي مع راجلي مع يعني سيتي لو بروميي اون فا دير. هو لولاني ولا مش لولاني؟ لا هو لولاني. انا كلمه وصلت عملت هيك انا ثقتي فيه كبيره على الاخر. فيه برشا عبيطه باش تلوم علي باش تولي كيفاش تحكي هكا وكيفاش تحكي هكا. ما انا عجبني الفورم برشا. انت في رايك اللي العلاقه هذيا اللي كانت ما بينك انت وراجلك معناتها توا قبل العرس، دونك هذه حاجه باهيه انت تراها قويت من الحب نتاعكم؟ انا حسيتها قويت من الحب، ما نجمش يستغنى عليا. ما نعرف انا بالنسبه لي انا هكا. الله اعلم. رايك هذايا مش اش معناتها ما يستغناش عليك؟ زيد فسر لنا. حسيت هو باش يستغنى عليا، زيد قوي الحب بيناتنا. معناها لا غولاسيون ديزون معناها الانتنسيتي دو لا غولاسيون، قوة لا غولاسيون، قوة العلاقة، قوة الحميمية اللي بيناتكم زادت قوات بعد العرس، ولا اكتشفت انه انتم تتفاهموا مع بعضكم قبل العرس دونك قررتوا انه تكملوا بعد العرس هكاك في نفس النسق؟ هي نفس الحكاية ما تبدل حتى شيء، نفس الحكاية كيما قبل كيما من بعد. كيما قبل كيما بعد. قداش عندكم عرسين؟ ريسك 6 سنين كيف باش نعمل 3 سنين. ما خفتش من العقليه مثلا؟ ما جاتكش هكا دي مومون قبل الزواج انك تقول بوتيتر انا توا عملت لا غولاسيون معاه بالك شي توم بعد يولي مو خاطر موجود هذا ينجم يولي عاير فيا ينجم ما يقبلهاش؟ كيفاش؟ خفت منها الحكايه، خفت من بعده يولي يقول شو كيفاش عملت معينه قبل وتنجم برشا حكايات تتقالوا. وحكيتوا فيه مع بعضكم الموضوع ولا خفت وقعدت عايشه بالخوف هكاك المده حتى لين فهمت؟ لا حكيت معاه، قلت له انا طب شنو هي في الاسفان؟ نقعدوا هكا؟ شنو مستقبل؟ قلت له ما بخافش. ما تخاف لان بعده يتبدل معاك ينجم يكون يعطيك الصحه خفت من هذا الحكايه هذيك. قال ما عندي علاش تبدل معاك انا حاسبك مرتي. واضح واضح. شكرا لك اسماء على التليفون نتاعك. كملوا مع التليفونات. ومعنا محمد من صفاقس. سي محمد السلام عليكم. على السلامه. مرحبا بك على راديو كابا فيم. شكرا. تفضل سيدي.
بالنسبة للموضوع اليوم أنا مستغرب استغراب شديد على طرح الموضوع هذه أول حاجة. طرح الموضوع منا نحن معناها؟ أكيد. أنا أتخيل إذا كان في إذاعة غربية وعند حضور مسلمين تحترم مشاعرها وما تطرحش موضوع كذا بالنسبة لي أنا. وعلى هذا الأساس جميلة تطرح الموضوع. هل أنت تسمح بنفسك تكون إرهابي أو لا؟ مادام هذه حرية شخصية. على هذا الأساس نطرح الموضوع. نجموش للمقارنة راهو سيدي. نجموش نقارن. نجموش سي محمد. انت المشكله في طرح الموضوع ولا في الاشكاليه ولا في اللي نحكيه فيه؟ على خاطر اليوم زاده فما ناس تدعي بالتربيه الجنسيه، لازم زاده نوعيو صغارنا، خاطر فما برشا اليوم بنات ولا اولاد والديهم الدول العربيه والديهم ما يعرفوا عليهم حتى شيء، تنجم تغلط، تنجم تصير لها برشا حاجات. ثم ارقام كبيره اليوم في تونس ومخيفه برشا واختيره برشا، نلقاو نسب الاجهاض كبيره، نلقاو برشا بنات في الشارع، نلقاك الاولاد اللي يتسولوا ينجموا يستغلوهم، نلقاو العلاقات اليوم العاطفيه اللي ولات مبنيه الاكثريه نتاعها باش ما نعممش على المصلحه، لوج اليوم فك الحب فك العاطفه، اسكو هذايا موجود والا لا؟ والعالم الافتراضي، العالم الافتراضي هو اللي زاد راهو كثر من لي رولاسيون، معناتها طرح الموضوع راهو باش نشوفوا الاشكاليات هذوما، معناتها وماذا بينا تعطينا رايك من وجهة النظر متاعك، اسكو هي مقبولة ولا لا في مجتمعنا تقاليدنا الدين متاعنا؟ ديجا باش يكون معنا شيخ بالتليفون، وباش يكون معنا عالم نفساني مختص في علم النفس زادة بالتليفون باش يعطينا الأسباب اللي توصل لكوبل انهم يمشيوا للحاجة هذه. الكلام اللي قلت فيه قلت توا معاك موافقه 100%. يعطينا رايك سي محمد. ولكن هنا اذا كان مثقول الثقافه الجنسيه كنا نجم نحكي على الثقافه الجنسيه، اما مش نسالوا هل انت مع او ضد علاقه جنسيه قبل الزواج؟ لان احنا هنا عباره على اتحادنا كلام الله، لان ما دام ربك رفض ذلك مش من حق اي شخص يسال السؤال فيها. يعني هنا عباره على حتى لا اراديا او عن غير قلب، فهمت كيفاش؟ عباره على ما تقول انت ما دام ربي حرر حاجه هكيه ما تجيش تسال انت مع او ضد، فهمت كيفاش؟ نحكيو على الاسباب لهنا راهو معناتها في التدخلات نتاع العباد الاسباب. سي محمد توا نحن نحكيو معاه ولا ضد ولا نحن نحكيو في حاجه نعيشوا فيها كل يوم واقع هذايا، ما تعليش وقت اللي نجي ونحكيو على حاجه نعيشوا فيها كل يوم نوليو ننظروا هكايا ونوليو كلي مش عاجبنا والموضوع ما يلزموش يتطرح. انت معناتها علاش ما تطرحش اذا حاجه تعيش فيها؟ انت تعرف انه عندك اولاد حومتك وبنات حومتك تشوف فيهم انت كل يوم والناس هذوما اللي اون تخان دو فيغ سا ماني. شوف طريقة السؤال، طريقة طرح السؤال عنده دخل كثير. فما فرق بين ما هي أسباب العلاقة الجنسية قبل الزواج؟ هاي أعطينا رأيك فيه. أعطينا يا سي محمد، خاطر برشا تليفونات وماذا بينا تعطينا رأيك يعيشك. وبين مع وضد. الله يبارك، الله يبارك. هاي أعطينا رأيك. أنا بالنسبة لي أنا راكي ضد وموش من معقول طرح السؤال هذا. الحاجة الأخرى اللي هي نصيحة حتى للمستمعين الجدد، يعني ما تقول حتى أنت إذا كانت عملت علاقة قبل الزواج ما تفضحش نفسك وتقول أنا عملت، لأن هي معصية والمعصية الإنسان لا يجبر مش من حقه حتى ولو أنت مع نفسك، حتى أنت في حزاتك مع نفسك مش من حقك تقول أنا عملت. وشنية الحلول؟ شنية الحلول حسب رأيك أنت، معناها وجهة نظرك كمواطن عادي؟ الحلول اكيد اللي هي انت قلت حاجه الثقافه الجنسيه، لكن بين الحلول التربيه الجنسيه من بين الحلول، ولكن في حدود، معناتها في حدود معقوله وفق الشرع. ما تقولوا الامهات اللي يثقفوا بناتهم مش ما تقولوا حتى تكتشف جسدها من صاحبتها ولا من صاحبها، يعني ما تقولوا التوعيه النفسيه، التوعيه معناتها الثقافيه وخاصه التوعيه الدينيه، فهمت كيفاش؟ يعني هذه بين اسباب الحلول، زاد كيف ما نقول بين اسباب الحلول، ما نقولوا ما جيش طفله وتقول يقول انا عملت، لان احنا هنا خاصه تاخذوا موعظه، وقت نسيه يقول انا عملت، يعني ما تقول حتى المستمع يولي يجي حاجه عاديه، يعني احنا عكس ما نصوروا، وقت اللي انسان يجيبوا ما تقول برنامج في التلفزي، ما نقول قاب على 15، ما تقول 7 8 يقولوا انا عملت، هنا فما شكون يقول اوكي هذه باش الانسان ياخذ موعظه، لا بالعكس ما ياخذوش معوضه، لكن سيدي يمشي في الدومين هكايا، يمشي في الدومين هكايا بطريقه لا واعيه، لانه ولات
حاجه شبه عاديه معك. هنا عباره عن سي دخلت ولا حاجه عاديه. سي محمد سي محمد خلينا نقدموا شويه سؤال اخير بالنسبه اللي كنتي. هل ثم شكون يقول اللي من الاسباب اللي كثرت من العلاقات الجنسيه اللي هي العادات والتقاليد اللي موجوده في المجتمع التونسي اليوم؟ الشاب التونسي ما عادش قادر على العرس، فما برشا امور تنجم تصعب عليه. شنو رايك في الوضع هذا؟ اكيد اكيد انا ديجا في الاذاعه هي وفي اذاعات اخرين نقولهم وقت اللي يحكيوا على انا حتى ديجا حكيت في الموضوع هذا على الاذاعه هذه تحديدا وقت اللي يحكيوا على صعوبه الزواج يعني ايش معناتها معناتها صعوبه الماديه قل لي انا حتى بين الصعوبات يعني مثلا اقول عباره على الانسان يعني مش بين الصعوبات لا يعني الحاجه هي موجوده قبل الزواج يعني الانسان ما بقاش يفكر بشيء مش حتى يخدم يعرف يعني ايوه باش يتربط معك اذا كان حاجه موجوده يعني ما بقاش يخمم اما مثلا الشعب اللي تقول اذا كان الحليب موجود في اذا كان والله نسيت سمحت اذا كان الحليب موجود في السوق استاذ ناخذ في بقره معناتها اذا كان الحليب موجود في السوق يعني استاذ باش ناخذ بقره باش نحلبها فهمت كيفاش ولا يعني الزيت باش ناخذ بقره ونحلبها وناخذ منها الحليب يعني كل الحليب هو ديجا موجود في السوق ولا حاجه كيف ولو اكيد في حاجه غلط معناتها ما في شك به واضح. شكرا لك سي محمد، شكرا لك، رايك نحترموه برشا. شكرا لك على التليفون نتاعك. فاهم نعرفش عندنا تليفون اخر او لا. سرور معايا من بني خلاد. الو عسلامه سرور. عسلامه مرحبا بك سرور على راديو كابا فام. دونك سرور بني خلاد عمرك 36 سنه. هاتيك اخويا العزيز. ايه تفضل سرور. انا حبيت نقول كلمه قبل كل شيء. اللي ما فهمتش انا شبيهم العباد يلوموا على الاعلام في حاجات معناتها كيما شبيكم تطرحوا في الموضوع السابق شبيه على القناه التلفزيه فلان جاب الموضوع هذاك في التلفزه والعباد تتفرج. اذا نحب نعرف نجاوب الاخ اللي كان يتكلم قبلي اذا انتم جبتوهم من عندكم العباد هذوما ولا هما الطيبين في الدنيا؟ معناتها كان الاعلام يتكلم على حاجه شبيه يتكلم وكان يسكت يا كيف الاعلام مش فيما بلغش العباد هذوما غالطين على كل خط يعملوا فيه. باهي واضح واضح يا سرور واضح. معناتها هما يحبوا يجربوه وبعد كيف يوقع الفاس في الراس تولي مشاكل. يلزم الدوله تتحمل مسؤوليه العبد هذاك ولا الصغير اللي جا في صيغه غير قانونيه. الدولة هنا يزمها تتحمل هو راو نحب ندعم انا كلامك يا سرور خاطر احنا كي ناخذوا راو المواضيع راو مواضيع واقعية نعيشوا فيها كل يوم معناتها كيما موجود السرقة كيما موجود الكذب كيما موجود اي موضوع في معناتها يمس شخصية الانسان اسمه حكاية الناس دي صحيح معناتها يوصل للاعماق متاع العبد باش نحاولوا انه نتسائلوا ونحلوا وماذا بينا حتى ثم مواضيع انه نعطيه الحلول نجيبوا الاخصائيين. دونك هذا هو الهدف نتاع البرنامج باش الناس الكل تعطي وجهة النظر نتاعها. اعطينا وجهة النظر نتاعك سرور. بالنسبه للمواضيع هذه راهو غلط اللي يعملوا فيه الشباب نتاع تويك راهو غالطين على كل خط. راهي فما حاجات ما تتجربش قبل الزواج. فما حاجات عباد ما يلزمش تلعب بها خاطر راهي حاجات تنجر عليها برشا حاجات. كيما شنو وضح اكثر سرور. واحد زوج مثال زوج تقول لك باش نقوي علاقه الحب. علاقه الحب ما عمرها ما تقوى بالطريقه هذيك. انت جربت طريقه الحب قبل الزواج باش يحبني اكثر ولا باش نحبه اكثر. انت جبت صغير شكونش وبعد هو يقول لك ما عادش ناخذك. صغير هذاك شكونش يتحمل مسؤوليته؟ بس على بوم شفتوا في متاهات كبيره. فما اللي يقول لك هي حاجه سرور فما اللي يقول لك سرور فما اللي يقول لك نجرب لانه العلاقه الجنسيه عندها دور كبير في نجاح العلاقه الزوجيه. دونك يقول لك انا نخاف انه بعد الزواج ما تكونش فما اونتونت ما يكونش فما تفاهم في العلاقه الجنسيه دونك يخليني اني نجم نطلق. دونك باش نتفادى انا هذايا نجرب قبل ونشوف اموري شنيا انا وياها اذا سي بون نتزوجوا. وفما اللي راي من الاراء دونك اي بيان سور. وفما اللي يبداو متفاهمين هما راهو يقولوا نحن توا رانا باش نعملوا علاقه جنسيه ولا علاقات جنسيه مع بعضنا قبل الزواج ونشوفوا امورنا سي سافا اون كونتينيو سي سافا با اون اريت. لا مش انا واحده من الناس معناتها حتى دينيا حرام ما يتمناش نحلوا الحاجات الحرام. واضح فالزواج كي مش ينجح مش كان بالامور الجنسيه. لا ما قلناش كان قلت لك العباد تقول مش كان لكن عندها نسبه مهمه في نجاح الكوبل. لا غلط ما يتمناش نقنوا روحنا بحاجات هي في اساسها حرام قدام حتى ربي حرام وما تجيش.
واضح واضح يا سرور واضح. ثم سؤال نحب نسأله لك سرور، هل أنه اليوم الشباب التونسي في فكرة الزواج قالت عنده كان العلاقات الزوجية فقط أو الجنسية هي اللي موجودة في الفكرة متاعه وإلا لا؟ معناتها ساعات تلقى حتى اللي باش يعرسوا جدد تقام يخموا كان في العلاقات الجنسية، ما يخموش في الحاجات الأخرين اللي تنجم تكون هي الباز متاع العرس، العشرة، العاطفة، المخذة بالخاطر. هو صحيح لمحيلة نقولوا منها العرس متاع الشباب معناتها مش الكل أما فيه نسبة كل جسد معناتها أيامات وبسيبة كيما العروسة مش تجرب الكسرة والمكياج كيما زادة الحاجات الأخرى مش تجرب. متزوجة أنت سرورة؟ أيه متزوجة، متزوجة عندي تاكو 15 سنة أنا متزوجة الحمد لله يا ربي على العلاقة ناجحة الحمد لله. أما العرس ما عمره ما يوقف راهو على حد حاجات معينة هاو كسر ولا هاو مكياج ولا هاو في المسلسل التركي صار كيكا راني مش ننجح كيفو هذيك المشكلة متاع الجيل اللي طالع توكا. واضح. حسب رأيك شنية الحلول؟ شنية الحلول حسب رأيك أنت شنو لازم نعمله باش الزواج اللي مش يكون ناجح لازم راهو واقف على برشا حاجات؟ لا لا نحكيو على الحلول في معناها الموضوع متاعنا مش في الزواج، نحن موضوعنا قبل الزواج. اه اللي قبل الزواج معناتها ماذا بيا انا الشباب زي ما ممكن نحيها الحاجات هذيا من مخو ونحاولوا ما نحلوش الحرام. كيفاش ينحيها معناها مش حاجه هي باش يعملها هكا ينحيها معناتها على خاطر هذيا فكره غالطه ما فهمتش انا الشباب مذوعه في افكار نتاع الجيل هذا لا يلزمني نجرب. يا اخي انت شنو هي الحاجات يا اخي سهله الحاجات هذيك مش تجرب قبل ده. واضح واضح. انا راهت مغالي انا ماليش سهله فهمت ما نعرفش ترويد تجيب مش تشري مش تسر مش تجربه ولا بوديه راهي حاجات سهله تدرج عليها برشا حاجات اخرى. واضح. شكرا يا سرور لي. شكرا لك على التليفون نتاعك، شكرا لكم انتم اللي قاعدين تعطيهم في الاراء المختلفه المختلفه. دكتوره شنو رايك في الثلاثه تليفونات ديجا اللي بدينا بهم؟ هما ثلاثة تليفونات كما الأراء اللي سمعناهم في ميكرو تروتوار يصبوا في نفس الشيء، معناتها المجتمع متاعنا شنو يقول، الدين متاعنا، التقاليد متاعنا شنو تقول. لكن أنا عندي ماذا بيا نضيف في الموضوع هذا هو انعدام التربية الجنسية. هو ذي اللي يخلي العباد تخمم بطريقة خاطئة، خاطر لو كان كانت التربية الجنسية موجودة في الكورسوس سكولير الكل، موجودة في الجمعيات بصفة متنظمة، موجودة مأطرة في دور الشباب، راهو السلوك يكون مختلف. فما يونيتود عملتها الـ OMS معناتها اللي خرج منها هو أنه الشباب اللي عنده تربية جنسية يأخر العلاقات الجنسية. علاش؟ خاطر التربية الجنسية تمكن المتلقي أي كان السن متاعه، خاطر التربية الجنسية نبداوها من حين الصغير عمره 3 سنين 4 سنين معناتها بالطرق اللي فما هو هي تمكنه من أنه يكتسب مهارات حياتية. المهارات الحياتية هذه تخليه طول حياته عنده قدرات تخليه يلوج على المعارف والمهارات الصحيحة اللي تخليه بعد يكون إنسان قادر على اختيار صائب واعي، مش ننجر وراء حاجات اللي هي ما هيش صايبة ومنش واعين قد بشي نعملوا فيه. هل تأخر المجتمع انه ياخذ التربية الجنسية ك معناتها باش يعلم الصغيرات نتاعو باش يعلم الشباب نتاعو؟ تأخرنا في المجتمع؟ لا مش تأخرنا، احنا منعدمة التربية الجنسية مش موجودة. مش منعدمة التربية الجنسية يلزمها تكون موجودة في لي كورسوس سكولير ديجا في المدرسة. معناتها نتفكر معناتها لي زادوليسون في 9 اني ساعة من زمان ولا اقل باش نحكيو على موانع الحمل، الوغ كو التربية الجنسية مش معناتها تقبل التربية الجنسية معناها يوريك بدن هكا ويقول لك هذا الراجل وهذا مراه والهكا راهو هذاك كي عامل هكا تولي معناتها في السيونس كي قرينا نحن في السيونس فماش تربية جنسية. ما فماش تربية جنسية، يحط لك حاجات اللي ساعات تخليك توهق. هذاك اللي شابيتش باش تتعرف على الجسد نتاع الاخر ماهيش تربية جنسية. التربية الجنسية فيها زادة معرفة الجسد، وكي تعرف الجسد نتاعك والوظائف نتاعو وتعرف الجسد الاخر والوظائف نتاعو ساعات تحترم الجسد نتاعك وتحترم الجسد غيرك. هذه حاجه مهمه برشا.
مع خاطر المعرفة هي الطريقة الوحيدة اللي تخلينا نخرج من المأزق الخايبة الكل. المعرفة تحمل مسؤولية بالنسبة للأم وللبو في العائلة إنهم يحكيوش مع صغارهم في المواضيع هذه. ساعات يسأل طفلة صغيرة ولا طفل صغير معناتها تسأل أمه ولا أبوه معناتها يحب يعرف حاجات يقولوا ليه سايب عليك ولا يعطي إجابة غلطة واللي هو يفركس ويلوج في الـ في الـ في الأجوبة في في بلايص أخرين. أسامة بربي علاش نغطي عين الشمس بالغربة تي مش حتى يسألوا تي يدخل يلقى ولده ولا بنته حتى تلفزيون سيكونس تعديت فيها معناها حاجة إيروتيك تقوم لقيامة ويعايت على مرته وتاكل بعضها وينحيله التلفزة ويحرمه معاش يتفرج وكسترا هو سادي بانس دونك هو ديجا يخلق له في هذاك يتفرج راهو. أنا نحكي لك على الكلام الحوار نحكي لك على الحوار يا وهبي مانيش نحكي على التربية الجنسية. التربية الجنسية الصحيحة اللي تخلينا السلوك نتاعنا صحيح والاختيار نتاعنا واعي تبدا من الصغرى. واضح في الصغرى في 3 4 سنين 5 سنين شكون اللي يعطي المعلومة للصغير؟ أم ولا أبو. معناتها كيف يكون سؤال معناتها يتوجه به الصغير لازم تكون الإجابة أولا صحيحة ومش مغلفة صحيحة وواضحة ومبسطة حسب العمر العمر نتاع الصغير هذا. خاطر كي يكبر الصغير وتقعد ديما عندك الريبونس نتاع ابوه ولا امه يقول شبيه قالها لي هكا لا قالها لك فك العمر هذاك تفهمها بالطريقه هذيك سي نورمال سي تري نورمال تولي انت كي تكبر وتجيب صغار تتفكر اش قالت لك امك وابوك فك العمر هذاك فك السؤال هذاك ولقيت روحك انت معناتها فوزافي ايفولوي نورمالمون اي بوزيتيفمون تولي نفس الاجابه هي اللي تستعملها. اما كي توصل انت العمر هذاك والاجابه اللي عطاوها لك غلطه ومغلوطه ودخلت بعضها وانت ليفولوسيون نتاعك دخلت بعضها سي نورمال سا مارش با. دونك الخط لازم يكون صحيح من الاول المعلومه صحيحه مبسطه ومن غير تغليف صحيحة ومبسطة ومن غير تغليف ومفهومة فك العمر هذاك مش لازم تقدم القدام. دكتورة فما نساء يحكيو مع بناتهم اون كيستيون عليها اون ريبونس كلير بريسيز اي سانسير. فما نساء يحكيو مع بناتهم اسكو معناتها سؤالي اسكو هذايا يتسمى تربية جنسية ولا لا؟ ماضي ثلاثة ودرجين على كابا فيم متواصلين معاكم كنا نسمعوا في صابر رباعي جديد وملكة الكون. نرجعوا لبرنامجنا نحكيوا اليوم في حكاية الناس موضوعنا العلاقات الجنسية قبل الزواج عند الشباب بين الرافض وبين المؤيد وبين الناس اللي موافقة على هذا الموضوع ويراوا وجهة نظرهم أنه مهم جدا يعني التعرف على البارتنير نتاعه قبل الزواج وفما اللي يرفض بمنطلق الاجتماعي بمنطلق الديني خاصة نحن دولة عربية إسلامية. دونك هذي كل ناخذوا أراءكم فيه على 31 36 37 50. تجمو زادة تفرجوا في الريبورتاج الخاص بموضوع اليوم على الباش فيسبوك متانا راديو كابا فيم. نحب نرحب من جديد بالدكتورة ضحى حليبة معنا في استوديو. وقبل ما نكملوا الحديث معك دكتورة خلنا ناخذوا الدكتور حاتم عشاش طبيب اخصائي في الأمراض النفسية والعقلية. دكتور مرحبا بك على راديو كابا فيم. كل اعتذاري حبيت تكون في الاستوديو معكم ما فما حتى مشكل ان شاء الله في الحلقات الجايه تكون بحذانا المفيد لاباس ان شاء الله المانع خير دكتور ان شاء الله المانع خير ان شاء الله. شكرا دكتور من اللي بدينا الحصه عديد الاراء اللي جات في الموضوع هذايا فما شكون يؤيد فما شكون رافض قطعا وجود العلاقات الجنسية قبل الزواج وفما برشا يقولوا المشكلة في الدين في المجتمع اليوم الديني عارض دونك احنا تونس دولة مسلمة دونك لازمنا ما نمشيوش مع الخطى هذه فما شكون يقول لك لا هذه أداة للتعارف ما بين الكوبل. انت شنو رايك دكتور؟ اولا يعني التدخل نتاع نجم يكون كانت ذو بعد نفسي اي وطبيعي جدا يعني ذاتي بشري الانسان مهما كان يعني مش يدخل اللي مش تكون عنده حياه جنسيه نشيطه يعني وعنده الاطار نتاع الزواج اللي بالنسبه لي هكا هو الاطار اللي مش تكون فيه العلاقه اشكاليه كونه يقبل القوانين اللي تسلط عليها على الآخر يقبل عليه هو كيف يقبل على المرأة كيف يقبل على روحه. إذا كان يحب مرأة ما تكونش عندها علاقات جنسية
قبل الزواج. معليه كان هو ما يكونش عنده علاقة جنسية قبل الزواج. واضح. يعني الأهلي يشرطوا على غيره، يشرطوا كل شيء على نفسه. أولا وبالذات. هذه أول حاجة. يعني وطبيعي جدا هيك كيفاش نجموا نأسسوا لمجتمع متوازن. لأنه يعني قبل الزواج استكشاف المتعة هيك هي يعني بالمراهقة، بالمراهقة تكون وبكل الموانع، وهذه الموانع الموجودة في المجتمع هيك اللي تخلي تنضج البشر وتخليه ناضج في علاقة علاقة يعني نتاع كهل لكهل، نتاع شاب لشاب، نتاع عاقل لعاقل. إنسان يعرف ويفهم مع إنسان يعرف ويفهم. هاك الموانع هاك الكل كهل إذن تردي، إذن تردي لي برمي هكوما دي يخليوه ينضج ويعرف كيفاش يسير أموره. والخيار دي هو كل إنسان كيفاش يختار. أما دي يختار يقول لك لا يعني بالنسبة لي نستنى يعني ما تكون عندي حتى علاقة إلا ما تكون في الزواج. دكتور دكتور جوست نحب نقدم شوية بالحوار معاك. هل غياب التربية الجنسية الواضحة في تونس نجم هي تكون من الأسباب اللي فما علاقات جنسية خارج الإطار القانوني اللي هو الزواج؟ سمعني التربية الجنسية هيك على شنو تسميها التربية الجنسية؟ التربية الجنسية عمرها ولا كانت تطبيق جنسي؟ بمعنى؟ أبدا لا سمعني مش معرفة الجنس اللي نسموه التربية الجنسية هو معرفة البدن ومعرفة هاك البدن هاك المتطلبات وش يحب وش ما يحبش. إيش الإنسان يفهم البدن نتاعو ما يقعدش يعني ايوه دكتور حاجه معينه. ايوه لكن دكتور سامحني، التربيه الجنسيه هي انه الانسان يعرف بدنه. معناتها هنا كي نتلقى مثلا تربيه جنسيه باش يقولوا لي راه بدنك هكا وعندك هكا وعندك بلايست. أيوة سامحني باش نكمل لك سؤالي دكتور. يا دكتور أيوة. لحظه برك، التربيه الجنسيه انا كي باش نتلقى تربيه جنسيه باش ما باش يعرفوني بدني ولا عرفتوا انا بدني فما حاجات نحب انا جولي بخاتيك ما دام انت قلت لي كي ربيتني جنس لا مش ربي عيني عاد ما تو يزم انت تعطينا من منطلق نفسي انا نفسيتي وكي انت اعطيتني هاك التربيه الجنسيه جي انفي دو ديكوفرير انا زيدا انت قل لي انت مثلا في البلايص هذيك السونسات فرات جور انفي دو ديكوفرير إيه؟ المعرفة هيك معناها نقصد التربية الجنسية هل تساعد في تقنين العلاقات الجنسية قبل الزواج وإلا لا؟ أما مش تقول لي بدنك هكا والبوان جي متاعك هوني وكذا وتخليني بعد تقول لي لا ما تعملش مثلا. النصون دي بوان جي هي نصون كي دي بسي هذي تعداها ما عادتش موجودة يا حزر. ما أنت قلت عادي يعرفونا ببدننا يا دكتور أنا ناخذ في كلامك راه أي يعني كي نقولوا البدن والنفسية وكي نقولوا البدن يعني الموضوع هذا وقت اللي طبيعي جدا تصح ولا ما تصحش صحيح ولا غلط تعملها ولا ما تعملهاش هكي راهو المجتمع يحكم وعلاقتك مع المجتمع فوالا ما يقولك لا. وإذا كان المجتمع قالك لا وانت قبلت المجتمع هكا مش تعمل المجتمع قالك لا ما تعملش وانت تعمل تعرف عليش قادم. معنى التربية الجنسية من الأساسيات ولا لا مثلا؟ بتبيع من الأساسيات كيف التربية تقبل التربية الدينية معناتها من الاساسيات ان سامحني دكتور معناتها من التربيه الجنسيه هي من الاساسيات اللي تخلينا نتعرفوا ونتعلموا باش ما تكونش عندنا مشاكل في الجنس بعد الزواج. اي مش مشاكل في الجنس من ناحيه تقنيه من ناحيه الميكانيكيه نتاع التكنيك السكسيوال لا من ناحيه فهم طبيعه شنو الجنس ومن ناحية تتعامل مع هاك الغريزة هيك كيفاش تتعامل معها مش لا ميكانيك سيكسويالي تكنيك ما
أما هك الغريب هكي يعرف كيفاش يتعامل معاه وشنو البعد متاعها وشنو العلاقة متاعها مع العاطفة مع غيره وشنو العلاقة متاعها وأساسها في الأسرة وقتل يجي كون عائلة طبيعي جدا. هذه الكتلة مش هذه هيش معناها التربية الجنسية وينجم حتى بالتربية ذيك الجنسية ينجم يتعامل بها حتى مع صغار ونهار آخر تبدأ هي تبدأ في العائلة يعني مقتل البعد الجنسي يكون شاكل البعد متاع يعني اللي تبوه أبسولي دكتورة تحب تسألك باللي ليه تحب تتفاعل معنا ليه باش عسلامة دكتور عشير عسلامة ضحى وفيت هو خاطر التربية الجنسية تمكن زيادة معرفة الجسد وليستيم دو سوا معناتها تخلي الإنسان يتمكن من قدرات اللي تخليه يختار يعرف يختار ويعرف وقتاش يختار ومعناتها السلوك نتاعو واللي شوا اللي يعملهم يكونوا غيفليشي معناتها مش فينيك ما احنا كي نقولوا تربية جنسية راهو باش نعلموه كيفاش يمارس الجنس واللي حكيت فيه انت تاو البانجي وغيره كلهم ذوك تقعد حاجات اخرى معناتها مش هذاك المهم. المهم هو انه الطفل خاطر التربية الجنسية نبداوها من الصغرى كما قلنا بكري معناتها تخي جون اول سؤال يتسال لازم نجاوب عليه بوضوح وبعد المدرسة البران لو غولي لي كلوب دو سانتي ياخذوا لو غولي ومن بعد يكش في الفاكولتي لي كلوب ولي رونكونتر ولي اسوسياسيون برين لو رولي والمعلومه تتعدى معلومه صحيحه دونك التربيه الجنسيه اون كومونس تريتو موش الهدف نتاعها هو ممارسه الجنس لا اكيد الهدف نتاعها هو معرفه الذات احترام الذات احترام الشخص هذا هو الموضوع نتاع الحسد ديجا هذا هو وهذا كله يخلينا نبعدوا على السلوكيات المحفوفه بالمخاطر واضح واضح دكتور كان عندك تعقيب اي سمعت جميلة الدكتورة ضحى ونوافقها مقدمة انا ما مش نجبت موضوع اخر مش موضوع اخر موضوع انا مش نجبت من زاوية نظر اخرى ما يسمى بالكبت الجنسي وهذه اهم حاجة اهم فكرة نخرج بها الكبت الجنسي المنظومة الدينية الخمنجية اللي جاتنا حاليا ونقولها بصفة كاملة مبنية أساسا على الكبت الجنسي أساسا هو الكبت الجنسي اللي يخلي لما يشوف المرأة كان الجهاز التناسلي متاعها والجنس متاعها وده ما أسس في كتاب الغنوشي بيدو اللي يقول لك يعني 10 مرات يذكر لك الدور الجنسي للمرأة وهذه هل فكرة الكبت هذا اللي يزرعوها عند الشباب يخدر علاقة بين الشاب والفتاة علاقة تتميز كان بما هو ما عندوش بعد ثاني يبدأ عندك صحات صحات خاطر الوقت يزر فينا قريب باش نوصل الوقت الاخبار سؤال اخير اليوم برشا تعليق سورتو فما شكون ضد وشكون معاه وفما شكون قال حتى سؤال ضد ومعاه زاد ما يجيش انه نطرحوه هل نعتبروا ممارسه الجنس قبل الزواج حريه شخصيه والا لا حسب رايك انت من ناحيه النفسيه هي طبيعي هي نفسيه انت تفرضها هي الذي ميت انا با ديبر on est libre de ses instincts ou les instincts alors que les instincts ils se doublent mais c'est le mot chez lui ou اللي خلقوا فينا النور سبحانه وتعالى كل غريزة هيك وقت الواحد يبدأ جيعان 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 ما يعرف إلا رمضان الحج يفطر أما يفطر النوم كيف تختلف الغريزة الجنسية تختلف على الغرائز الأخرى اللي يكونوا ما تأديش للموت وهذه الاختلاف وأما إذا كان شدنا الغريزة شدنا وباش ما تشدناش الغريزة فما هكا التربية الجنسية هيك نبعدوا على الكبت الجنسي اللي يحبوا يغرسوه فينا الحوار ما بين الوالدين والصغيرات متاعهم إلى أي مدى هو مهم؟ لا هو المهم هو أهم حاجة لأنه الحوار بين الأولاد والبنات والبو وبنته والبو وولده ولم وبنته وعلى خاطر يرزموها عادة هي الأم اللي يقع سؤال ليها وقتلها والجهاز التناسلي وقتلها يعطيه كلمة أما كلمة ما هيش كلمة قبيحة ولا كذا يعطيه
كلمة أخرى. لازم يعرفوا كيفاش أنهم يوصلوا المساج نتاعهم للصغيرات نتاعهم. شكرا لك شكرا لك. يقولوا مثلا اللي كلمة مقبولة جدا وتعبر وهيك داخل في التربية الجنسية. واضح واضح يا دكتور، خاطر الوقت يزرف فينا. شكرا لك دكتور حاتم عشاش، طبيب أخصائي في الأمراض النفسية والعقلية. تفاعل بإيجاز دكتور سيرتو على الامور النفسيه لهنا تنجم تاثر على الانسان ولا الشخص لهنا اللي يكون عنده كبت فير لوتر. معناتها اليوم نلقاو ساعات شباب معناتها كانهم عندهم بعاد على العالم، تلقى عنده كل كبت يقول لك ليه كيفاش، ومن بعد تدنكو تلقاه سي معناتها كانه سيب روحه لهنا، تصير المشكله النفسيه لهنا دكتوره. اي هو كل ما هو انسان، نعاود نرجع للتربيه الجنسيه، معناتها كل ما هو انسان ما تلقاش المعلومه بصفه تدريجية وبصفة سلسة وبصفة صحيحة يوصل نهار آخر الكبت يكتشف حاجة اللي هو ما كانش يتصورها وما يعرفش حتى كيفاش يتفاعل معها كيفاش يمارسها. معناتها وهذاك تخليه السلوك نتاعو مش صحيح ويمشي لمشاهدة الأفلام الإباحية باش ياخذ المعلومة اللي حاجته بها، وهذيك هي أسهل طريقة باش ياخذ المعلومة الخاطئة. خاطر الافلام الاباحيه هي اللي تعطي المعلومات الخاطئه على الجنس وعلى العلاقه الجنسيه. ثم سؤال جاني توا من عند مسلمة محمد اللي قاعد يسمع فينا، يقول لي وانا صغير نسمع في امي وبابا ديما يتعاركوا على الموضوع هذا قدامنا، يا اخي انا كبرت ولت عندي المشكله هذيا. سي تري تري امبورطون اللي قالوا، على خاطر احنا من الامور اللي نقولوها للازواج كيف يتزوجوا ويبدا عندهم اطفال بيت النوم يلزمها مسكره. علاش؟ على خاطر الجنس هو امر شخصي. سي دو دومين دو لانتيم، سي با دو دومين دو بوبليك. دونك والصغير كيف يتربى في بيئه اللي بيت النوم مسكره، هذيك اللي تحفظ له العلاقه الجنسيه نتاعو اللي باش يعيشها من بعد في سن الكهوله. دونك لهنا اثرت عليه على معناتها ديجا حتى من كلامه ديجا ما نجمش نقراه الكل، لكن اثرت عليه حتى هو في حياته، هو ديما يذكر ليماج بتاع امه وبوه قاعدين يتعاركوا قدامه ديجا. توتافي على خاطر خذا اون ايماج نيجاتيف ولي باغون في عوض مشاكلهم الجنسيه يحلوها وحدهم في باب مسكر بيت مسكر يحلوا المشاكل قدام الصغار. وقت اللي دكتوره تبدا معناتها العلاقه الجنسيه بين الوالدين تبدا قريبه للاطار العائلي، معناها قريبه دون لسونس، معناها تبدا دار صغيره وينجم الاطفال يبداو معناتها وكانهم معاهم في البيت. اسكو ياثر على ياثر عليهم من بعد؟ ينجم ياثر عليهم من بعد، ينجم ينجم سي بوسيبل. قاعدين تسمعوا فينا على 91.5 105.6 و95.2 كما تسمعوا فينا زاده اون ستريمينغ على 3w.capradio.in. تحيه للناس اللي قاعده زاده تتصل بنا على 31 36 37 50 واللي قاعدين يبعثوا زاده في لي كومنتير نتاعهم على 3w على باردون على الباج اوفيسيال راديو كاب اف ام. موضوعنا دونك العلاقات الجنسيه قبل الزواج عند الشباب، بين الرافض وبين المؤيد، بين اللي يرى انه هذا لانه هناك نقص في الثقافه الجنسيه وغيره، لكن باش ناخذ وجهه نظر اخرى، وجهه نظر شرعيه ودينيه. معنا الشيخ عادل العلمي. مساء الخير. مساء الخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتحيه لكل من يسمعنا في هذه الاذاعه الفتيه. شكرا لك. سي عادل، انت سمعت شويه هكا قبل اللي حكيناه مع الدكتور ومع الاخصائي النفسي ولا؟ نعم استمعت الى اكثر ما قيل معناها. باهي، في المداخلات اللي جاتنا من عند الشباب وفي حتى الريبورتاج اللي حضرناه، فما الرافض قطعا وفما اللي معاه، ولكن الكلهم نحسوا انه فما بوان كومان، فما نقطه يتفقوا فيها الناس الكل، انه مجتمعنا التونسي بما انه مجتمع عربي اسلامي، دونك انه عندنا نحن الموضوع هذا حرام وعيب وما يجيش وماهوش متاعنا وغيره، ولكن توا اللي رافض هذا نتفهموه، ولكن اللي معاه ويرى انه العلاقات هذه لازم تصير لانه معناتها سافي بارتي من الحياه، وانه من الاكتشاف نتاع حاجات معينه في الجسد وفي العلاقه باش تتطور وغيره،
حتى هذوما اللي معاه معناتها يقول لك سيفري نحن راهو في ديننا حرام، ولكن يلزمنا نجربوا ويلزمنا نشوفوا، ويلزمني انا باش علاقتي بيني وبين زوجتي بوتيتر تكبر، يلزمني نكون انا قبل زيدا في الموضوع هذايا عندي تجربه معاها، لانه عنده علاقه بنجاح العلاقه الزوجيه. شنو رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة المشكل في العقلية متاع الناس مربوطة بالناس، هو الأصل الناس مربوطة برب الناس، احنا عباد الله واللي يهمنا هو أمر ربي الحلال والحرام، ثم ما أن الإنسان بعد الحياة اللي بتكون ساعة ساعتين عام عامين خمسين سنة ثم حساب. إذن اللي نحكيه فيه هذا إذن نعرفه هو جريمة وهو كبيرة من الكبائر. ربي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ما قالكش ما تزناش لا، قال ربي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني كما نقوله مقدمات ولا ربما القنوات ولا ربما العلاقات التي تقربك للزنا تجعل من الزنا شيء محتمل للوقوع، هذه تحرام. وبالتالي هالعلاقات يقول لك لا أنا ذاك صديقي وهذا كذا كذا ونمشي ونصر معه وكذا، هذا منطق ما عنده حتى علاقة حتى بالعقل. بالطبيعة إذا كان باش نمشي وزادة كما يقول الوجه الآخر وهذا الأصل اللي بعدنا عليه، بالطبيعة الأصل هذا ربما الشارع يتعرض له إلى ربما الأنثى بشيء صفة يعني خاصة. الأصل في الأنثى في البنت البكر المسلمة الطيبة ألا تسلم نفسها إلا إلى زوجها الشرعي، ولا يفترض الختم البكارة إلا بحقه وعلى سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن كل الدوامة متاع الرتق والبكارة والكذا كذا، وبتبع جينا أكل تنظير والبكارة لا أصلها كذا، ختم رباني ربي هو الخالق المصور ارتأت حكمته جل في علاه أن يضع في جسم المرأة شيء مختوم ليكون عنوان العفة. بتبع أنا وفي الجدل هذا اللي هو ربما جدل يومي بالنسبة للعبد لله البارح في لقاء في الكواليس مع السيدة الوزيرة متاع المرأة باش ترد الإشكال متاع أنا اللي يهمني في الضحايا في الأجنة اللي مرمية معناها في الطرقات ومرمية في السبيطارات ومرمية في كل مكان، وعنا حالات حمل في الإعدادي. تقول لي السيدة الوزيرة وفهمش كون سمعنا لمحالة قالت لي لا ذكر هو اليولد، معناها لهنا وكأنه إلقاء الكرة إلى الرجال، أنتم المسؤولين على كل أولاد هذوك اللي هما موجودين في الوضعية ذي، كان لا أبرئ الرجل ولكن ارتعت زاد الحكمة الربانية إن يجعل يعني الرحم هذا الجهاز المقدس عند المرأة في مكان مكنون محروس تتحمل مسؤوليته هي. وبالتالي احنا نحب نترفع شوية ربما ايه، ولكن يا شيخ ما توف البنات اللي نحكيو عليهم الشابات التوانسة زيدا يقول لك تقول لك انا زيدا ماني زيدا الحم ودم وماني زيدا عندي احساس كيما الراجل عنده احساس، انا زيدا عندي احساس كيما النجم الراجل يكون عنده رغبه، نجم حتى انا عندي رغبه، شنو هو المانع انه هاتي الرغبه انا باش نحس بها ولا باش نكتشفها اني نمارس الجنس قبل الزواج وبعد بيان سور بعد الزواج. تقولك معناها طبيعتي انا كيما طبيعه الرجل، شنو هو المانع اني انا نعمله؟ انا كان خليتي بسترسل بشنو في النقطة هذه، خاطر إذا نسمى الى حد ما عدل وربما نظرة لها متوازنة بين الجنسين، انا لا ابرر الرجل لا بالعكس، انا لكن يتحمل الرجل هنا مسؤوليته. ما تراش يا شيخ اللي يتحمل مسؤوليته وقت اللي قالت لك الوزيرة الكلام هذا مش معناتها الرجل هو اللي بشي، لكن الرجل ينجم يغر بالطفلة، ينجم تتعدد الاسباب. انت هنا سامحني انت هنا تناقضت فرق ما بين هي تحب وفما إرادة. لا هما زوز أسئلة يمكن فما أي لخطة في السؤال، ولاني خلينا في رغبتها هي الساعة.
باي انا عندي ما عنديش الحق معناها. شوف بتسلسل نعم حرام ويفيد اللعنة للجنسين الذكر ولا للأنثى. ما نجيش نقول لك الراجل اللي ثالث اما البنية لا لا كيف كيف فرض حكم وحكم الزنا بالنسبة للي مش متزوج يعني في الجلد تجلد المرأة للبنية معناها كيما الوليد معناها على حد سواء وذلك حكمة ربي جل في علاه. وبالتالي العقلية متاع كأنه هناك ربما تفريق ولا انحياز فقط الخاصية متاع الأنثى كي تقعد هي مصونة ما نقعدوش ربما في مآسي وفي وضعيات متاع أجنة يعني منقاطة على قارعة الطريق. هذا على المسؤولية مضاعفة وخاصة كان توصل قوة تقتلوا أما بالإجهاض اللي نبروا فيه وهو رو قتل بعد بتبيع يعني نفخ الروح في الجنين وحتى قبل من 40 يوم هو قتل. نعرفوا اللي في الأحاديث النبوية إنه الجنين ذاك يأتي يوم القيامة متعلق بفديي أمه يقول يا رب هذه أمي قتلتني إما قبل الولادة أو بعد الولادة مباشرة يا ربي اسألها لماذا قتلتني شو ذنبه. حبيت أنا فقط باش نوقف شيخة الوقت أي الوقت يزفينا بإيجاز يا عشق أنا حبيت باش نطول عليك فقط أنا كاتب ولهذا مش نطول عليك ولهذا اللي يهمني أنا شوف من ينظر لهذا الإجرام بالنسبة لي أنا هما المجرمين الحقيقيين بتبيع بعناوين ربما جذابة وعلى أساس أنه كاين علم وتغليفه بالحداثة وهو إملاءات غربية وهؤلاء أدمغة صنعوا في الغرب. كيفاش إملاءات غربية دو شيخي توا الدكاترة توا كيما الدكتورة اللي معانا أخي عندها إملاءات غربية في هذا الموضوع ما تحكي لك من منطلق زاد منطلق علمي و العلم انتاحة وانت عادل العلم اسمعني يا ربي بارفك العلم الشرعي اسمى العلوم وهذاك يعني علم رباني سامي. العلم البشري لا تأخذه مسلما وكانه مقدس وبالتالي كل من يتخذ منبر ويقول انا عالم رخي في الجزائر هو يأتي بعلم قوالب جاهزة من الغربي يجترها احيانا ربما بنوع من الفهم وفي احيانا كثيرة هو بإغراءات واملاءات. كملت انا في اخر حاجة يزمها تتقال أي. الناس هذوما ربي يعني يبشرهم بخزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب أليم. نختم بالآية القرآنية اللي تقعد هي يعني رد واضح لكل من يريد أن يشيع الفساد والفاحشة في دولة الإسلام وبين المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. شكرا لك شيخ بارك الله فيكم. شكرا لك شيخ عادل على التدخل امتاعك لكن هنا حبيت ان نساله على التربيه الجنسيه اسكو هو موافق عليها ولا معناتها في تربيتنا او الحوار ما بين المراه والرجل مع الصغيرات نتاعو. كلمه اخيره دكتوره خاطر الوقت يزر فينا كلمه اخيره. هو فما وقايه اوليه ووقايه ثانويه. تفاعلك ساعه معاه شنو رايك؟ بإيجاز معناها اللي قالوا هذايا الكل ودخلكم حتى انتم في العزه معناتها انتم معناتها مساهمين في ليهم يعرفش افكارنا اش قلنا وربما ما تبعنيش بالكدا ولا معناتها تكلم هكيك. لا علينا الوقايه الاوليه هي التربيه الجنسيه. التربيه الجنسيه تخلي الانسان كما قلنا يتعرف تدريجيا على جسمه ويتمكن من مهارات حياتيه تخليه ياخذ الاختيار الصائب تخليه يبتعد على الافلام الاباحيه تخليه يبتعد على التحرش الجنسي ويتصدى له ويبتعد صدى للعنف اللي نجم يتعرض له. به فما الوقاية الثانوية. الوقاية الثانوية هي الوقاية من أمراض معقولة جنسية ونعرفوا اللي السيدة ما زال موجود في البلاد والالتهاب الكبدي منه وعسى كيف كيف ما زال موجود في البلاد وهذا كله نجم يجي من العلاقات الجنسية الغير محمية. وكذلك استعمال موانع الحمل هي تنجم تكون بالواقع الذكري وإلا بالموانع الأخرى اللي أموا ما نوصلوش الحمل غير مرغوب فيه. علاش نحكيه على هذا؟ على خاطر فما
بحث تعمل مع شباب وراء أنه السن الأول معناتها السن الأدنى الأول علاقة جنسية عند الفتاة هي بمعدل 16.4% ولا 7% و17 سنة بالنسبة للفتاة. معناتها يبدأوا بكري العلاقات الجنسية، لكن يبدأوا هما غير واعين وغير عارفين وين ماشي. أي إن كانت البيئة اللي هما عايشين فيها مادام ما فماش معرفة، ما فماش تربية الجنسية، نقول ونأكد ونعاودها ألف مرة، ما يعرفش الصغير ولا الشاب وين ماشي. به نعرفوا لي الزواج، سن الزواج قاعد يتأخر أكثر من 30 سنة، وهذا كله يخلي الشباب عرضة لعلاقات جنسية قبل الزواج، تنجم تكون مع شخص وإلا تتكرر مع شخص آخر ولا مع شخص آخر، وهذا شيء قاعدين نشوفه فيه يوميا. هكا علاش لازم الحوار ما بين الأم والأب والعائلة والمتابعة أكيد. وكذلك عندنا المراكز اللي تابعة للديوان اللي فضاءات الشباب هي موجودة، مش باش نمشي وناخذ موانع الحمل ولا نتخلصوا من الأطفال غير مرغوب فيهم، لكن باش ناخذوا المعرفة الصحيحة والمعلومة الصحيحة على الجسد نتاعنا وعلى طريقة التعامل والتفاعل مع الجسد نتاعنا. شكرا لك دكتورة ضحى حلاب، سوسيولوج ومندوبة جهوية ديوان الوطني الأسرة والعمران البشري بنابل. الكلمة ليك.